أعزائي مشاهدينا بكل من يتابع برنامجكم المميز برنامج 7 على 7 اللي يطلع عليكم من الأحد للخميس المحمل بالمواضيع المتميزة اللي تخص دولة الإمارات سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. طبعا خلوني أمسي على زميلتي بعد مروة. مروة حبيبتي يسعد مساك. يسعد مساك يا سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. إن شاء الله بنبقى وياكم لين الساعة 8:10 ولا 8:30 يا سهام. على كيف راحت؟ على كيف بنتي؟ 8:30 8:30 يقول لي المخرج 28. ان شاء الله بجنب قوي. شوف بنكون خفاف. ايش حالك اليوم يا سهام؟ الحراس يلا مرت مره. على فكره يومكم انا وسهام لازم في اول الحلقه او في نهايتها المفروض انا في ابتسامه. اكيد طبعا مروه حبيبتي ما شاء الله دوله الامارات دائما تشهد تقدم كبير في جميع المراكز او دائما تتصدر المركز الاول وما تتنازل عن هذا المركز. الحمد لله ان شاء الله دوم يا رب. شو عندنا اخبار يا سهام؟ طبعا بدايتها مثل المشاهده مثل ما قلنا ان دوله الامارات دائما تتمركز في المركز الاول. نظمت حكومه دوله الامارات البرنامج التدريبي الاول لبناء قدرات موظفي ومسؤولي مراكز سعاده المتعاملين في جمهوريه اوزبكستان وتزويدهم بادوات واليات تطوير الخدمات الحكوميه بما يضمن الارتقاء بتجربه المتعاملين، وذلك في اطار تفعيل اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه التي وقعتها حكومه دوله الامارات العربيه المتحده وحكومه جمهوريه اوزبكستان في ابريل الماضي. وتهدف مشاهدينا هذه الاتفاقيه بين البلدين الى تعزيز الشراكه الاستراتيجيه في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاثة المقبلة وتشكيل كذلك لجان فنية مشتركة لتنظيم مراحل تطبيق الاتفاقية التي تتضمن مجالات عدة تركز على تطوير الخدمات والأداء المؤسسي وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات وتطبيق منظومة عمل تقوم على الابتكار والتميز، وذلك من خلال نقل الخبرات والمعارف الحكومية والاطلاع كذلك على أفضل الممارسات في مجالات العمل الحكومي. وأيضا شهد البرنامج التدريبي اللي انعقد على مدى 5 أيام ورش عمل فنية بهدف تزويد مسؤولي مراكز خدمات المتعاملين بأحدث منهجيات التدريب ومهارات تقديم الخدمات الحكومية وفق النموذج الإماراتي بما يضمن نقل المعارف والخبرات والتجارب إلى موظفي سعادة المتعاملين وتعريفهم بأهم الأسس وآليات الارتقاء بمراكز الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم لتعزيز ثقافة سعادة المتعاملين وتحسين تجربتهم الحكومية. وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أهمية برنامج تدريب مسؤولي مراكز سعادة المتعاملين في حكومة أوزبكستان لبناء المرجعية المتكاملة للتحديث الحكومي وأيضا مشاركة النموذج الإماراتي في تدريب الجيل الأول من الخبراء التطوير الحكومي في أوزبكستان بما يضمن الارتقاء بمستوى مراكز الخدمة اللي ينعكس إيجابا على سعادة المتعاملين. أكيد مروة، وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المسؤولين والموظفين كذلك بالخبرات والمهارات والمعارف والأدوات ليتمكنوا من إيجاد الحلول للتحديات الحيوية المختلفة باعتبارهم حلقة الوصل بين الحكومة والمتعاملين وتعزيز منهجيات تحديث العمل الحكومي وإشراك كذلك المتعاملين في تصميم خدمات مبتكرة ترتقي بالأداء ومنظومة العمل الحكومي. ومن جهته أكد هايليلو توروخوديف مدير وكالة الخدمات العامة بوزارة العدل في جمهورية أوزبكستان أهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي أسهم في اطلاع موظفي وكالة الخدمات الحكومية في حكومة أوزبكستان على التجارب المتميزة والإيجابية في تصميم رحلة المتعاملين، كذلك ترسيخ ثقافة سعادة المتعاملين وتطوير معايير الخدمات الحكومية في بلاده ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات ورفع مستوى الرضا لدى المتعاملين ضمن اتفاقية التحديث والتطوير بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان. وأيضا يركز البرنامج التدريبي على عدد من المحاور الأساسية اللي ضمنت ترسيخ ثقافة ومفهوم مبتكرة في عمل المؤسسات الحكومية وآليات إدارة وتسهيل رحلة تجربة المتعاملين والاستفادة من تجربة القطاع الخاص في الارتقاء بمستوى الخدمات، إضافة إلى إشراك المتعاملين في تصميم خدمات مبتكرة بما يضمن تعزيز قدرات موظفي الصف
الصف الأمامي في تقديم تجربة متميزة. واطلع المتدربون خلال البرنامج اللي قدمه سعيد محمد الظهوري نائب الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في وزارة الداخلية، وإيناس راشد من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، على السمات المتميزة لموظفي سعادة المتعاملين اللي تتضمن أفضل أساليب التواصل والاستماع مع المتعاملين وفهم احتياجاتهم ومعالجة الملاحظات وإنجاز المعاملات بسهولة وسلاسة وأقصر وقت ممكن، بما يحقق سعادتهم ويعزز تجربتهم في الحصول على الخدمة الحكومية المتميزة اللي تسعدهم وترضي توقعاتهم أيضا. نعم مشاهدينا، وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تنظيم سلسلة من المبادرات والورش التدريبية في 19 محور وإطلاق 120 مبادرة نوعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 73 مبادرة سيتم إطلاقها خلال العام الجاري، ثم تم الاتفاق عليها ضمن الخطط التنفيذية لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التحديث الحكومي خلال زيارة الوفد الأوزبكي أخيراً بهدف نقل ومشاركة التجربة الإماراتية مع حكومة أوزبكستان. والحين بنتعرف يا سهام مشاهدينا على مواضيع حلقتنا لليوم، وبنبدأ باختتام فعاليات أسبوع القرش. أكيد بنسلط الضوء كذلك مشاهدينا على برنامج الإعداد والتأهيل للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. عنصر الشباب بين مرشحين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. وانطلاق موسم الطائف لمدة 30 يوم، بنسلط الضوء عليه كذلك. وأيضا بنتحدث عن أطباء الإنسانية يخففون من معاناة الأطفال والنساء في القرى المصرية. أكيد، وحوار حول المسرح العالمي والنقد المسرحي. نعم، والحين بنروح لانتهاء فعاليات أسبوع القرش، وأكيد اللي تنظمها سنويا وزارة التغير المناخي والبيئة بهدف التوعوية بأهمية هذا النوع من الأسماك في الحفاظ على توازن البيئة البحرية. للتعرف على المزيد مشاهدين من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذة هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغيير المناخي والبيئة. مرحبا بك أستاذة هبة، ونورت البرنامج. مرحبا أختي فيك، ومشكورين على الاستضافة. يا هلا فيك، الله حيه. بداية أستاذة هبة، خلينا نتكلم عن أهمية أسماك القرش في الحفاظ على توازن البيئة البحرية. طبعا مثل ما تعرفون أسماك القرش اليوم من أهم الأنواع في البيئة البحرية. نعم. إذا انقرضت أسماك القرش بتؤدي إلى زعزعة في توازن الشبكات الغذائية. نعم. واللي بيؤدي إلى تأثير كبير على السمك اللي في البحر وعلى المخلوقات بكل أشكالها وحتى على البشر. نعم أستاذة هبة، خبرتين الحين أن انقراض أسماك القرش في البحر ممكن تؤدي لمشاكل وأيضا تأذي التوازن البيئي، زين شو هي آليات حمايتها من الانقراض؟ اليوم دولة الإمارات تتمتع بتنوع بيولوجي فريد في البيئة البحرية، ونحن بفضل قيادتنا الرشيدة طبعا على دراية بهذا الأمر، لكن مو بس الإمارات حتى عالميا تتعرض أسماك القرش لكثير من التهديدات. نعم. منها الاستغلال المفرط، منها تدمير موائلها، وحتى التغير المناخي. الدولة عدت خطة وطنية بقيادة الوزارة وبشاركة كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وحتى القطاع الخاص، نشوف فيها كيف نقدر نحافظ على هذه الأنواع. نعم أستاذي بخير. نعم أستاذي بخير، نتكلم عن التشريعات والقرارات التي تنظم عملية هذا الصيد. كما قلت لك، الدولة على دراية بشكل كبير بأهمية أسماك القرش. نعم. ومن عام 1996 نحن عندنا تشريع ينظم الصيد واستغلال الثروات المائية الحية البحرية خاصة. نعم. فيشمل قانون طبعا اشتراطات للصيد وما إلى ذلك، هذا غير القوانين الاتحادية اللي تنظم تجارة الأنواع التجارة بها الأنواع الحيوانية، وقرارات تنظيم الصيد. مؤخرا في 2019 اصدرنا قرار وزاري خاص باسماك القرش، ومتى فتره السماح بصيد اسماك القرش، وكيف انت او شو الادوات اللي تقدر تصيد فيها. نعم. وشو حتى البعد عشان ما ناثر حتى على الموائل اللي تربي فيها اسماك القرش صغارها. نعم. او تضع بيوضها. إنزين كيف نقدر نحد من الممارسات الصيد الخاطئة أو المفرطة اللي تتعرض لها أسماك القرش أستاذة هبة؟ طبعا اليوم المجتمع
لازم يكون على دراية بالقوانين والتشريعات عشان يتقيد فيها. فطبعا رفع الوعي مهم جدا. دور الفرد اليوم بعد أيضا مهم أكثر، فعدم الإضرار بموائلها، عدم إلقاء المخلفات، تلويث البيئة البحرية قد يأثر عليها، تجنب طبعا صيد أسماك القرش الغراب الترفيهية أيضا جدا مهم. وإذا الشخص شاف مخالفة ضد أسماك القرش يجب يعني على الفرد أنه يبلغ السلطات المحلية. نعم. أستاذة هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغيير المناخي والبيئة، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. حياكم الله. الله يعطيك العافية. شكرا لك أستاذة هبة. أكيد طبعا. وإلى موضوع ثاني. نعم. بنروح لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2019 بتنظيم من بلدية الفجيرة تحت شعار صيفنا تسامح، واللي هو على مدار 3 أسابيع من شهر يوليو الحالي. أكيد بمشاركة 60 طالبا وطالبا من أبناء الموظفين في البلدية. خلونا مشاهدين نتابع معكم هذا التقرير. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، والحين بنروح لموضوع مهم جدا، واللي هو أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات قوائم الهيئات الانتخابية لجميع الإمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2019، واللي ضمت 337,738 عضو، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، واللي بلغت 224,281 مواطنا ومواطنة. ومن ثم تأتي أهمية تثقيف الأعضاء بالعملية الانتخابية واطلاعهم على إجراءات الترشح وتعريفهم بجميع تفاصيل المشاركة في العملية الانتخابية. اسمحوا لنا بأن نرحب مشاهدينا بالدكتور سيف المعيلي، مدرب ومستشار التنمية البشرية وخبير تطوير الأفراد والمؤسسات، ليحدثنا عن دورة التأهيل للعمل النيابي. مرحبا بك، نورت البرنامج. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. العافية دكتور. أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. في بداية الدكتور، إلى ماذا يشير مفهوم الانتخابات؟ حقيقة أتت الانتخابات برؤية ثاقبة من رئيس الدولة حفظه الله في إقرار العملية الانتخابية في 2005 من ناحية تمكين المواطن من المشاركة في رسم السياسة في الدولة، والعمل على كمساعد ومساند للسياسيين في الدولة أو السياسيين التنفيذي الفئة التنفيذية في الدولة لوضع بعض القرارات اللي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة في الدولة بشكل عام وللمواطن. نعم. والمقيم أيضا في الدولة. نعم. دكتور سيف، خبرنا عن كيفية ضمان نزاهة هذه الانتخابات.
تتمحور هذه النقطة في بعض الجوانب أو بعض الأمور المهمة جدا، وهي طبعا أولها الشفافية. لابد أن يكون في شفافية على مستوى عام لكل المترشحين أو الناخبين بشكل عام. أيضا نقطة مهمة هي إتاحة المعلومات أو توفر المعلومات لدى المترشح أو الناخب بشكل عام، وتكون أيضا المعلومات هذه متاحة للجميع والجميع يطلع عليها ويعرف ما هي الانتخابات أو ما هي أو شو القوانين والأنظمة التي وضعت لهذه الدورة من الانتخابات، حتى الكل يكون على دراية بها ويعمل فيها أثناء عملية الترشح أو الانتخاب بشكل عام. نعم دكتور سيف، إذا تكلمنا عن برنامج التمكين السياسي للمجلس الوطني، حقيقة هذه مثل ما قلنا هي في تعريف الانتخابات هي رؤية حكيمة من قيادتنا الرشيدة بأنها تضع المواطن كمساعد للحكومة في وضع القرارات والأنظمة ووضع بعض الرؤية لمساندة القيادة التنفيذية في الدولة لتطبيق بعض القوانين أو القرارات اللي من شأنها تخدم الوطن والمواطن بشكل عام. أيضا يعني هم المجلس الوطني هذه فئة أو مجموعة مساعدة بحيث أنهم موجودين في المجتمع ومندمجين في المجتمع بشكل عام، فنقلهم للرؤية الميدانية راح يكون أسهل وبشكل أيضا يشكل مصداقية أكبر للقادة أو للسياسيين اللي في الدولة، حتى أنه لو كان في قرار يؤخذ برؤية واضحة ومن ناس موثوق فيهم طبعا أو خاضوا هذه التجارب أو خاضوا هذه التجارب، الظروف اللي صارت معهم خاضوا في التجارب وهم مندمجين في المجتمع أساسا يعني وفي فئات المجتمع. لذلك يعني في التمكين السياسي للمجلس الوطني تم اختيار عدد شرائح موزعة على الدولة بشكل عام، فهذه الأشخاص من سبع إمارات شكل سبع إمارات وهم أصلا من المجتمع في يعني هم أصلا غير سياسيين في الأساس، فنقلهم لهذه الأفكار يعني يكون رافد قوي للسياسيين عند اتخاذ قرار أو أخذ. نعم دكتور سيف، زيادة نسبة تمثيل المرأة في هذا العام في الانتخابات زاد يعني تقريبا لين 50%. نعم. يعني هي نسبة وايد كبيرة، خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. هي نسبة عادلة تعتبر، احنا نقول أن المرأة نصف المجتمع فعلا، والحمد لله يعني حكومتنا الرشيدة تنصف الجميع في هذا الجانب. فدور المرأة لا يقل عن دور الرجل في المجتمع وفي عطائها وفي إمكانيتها، وبالعكس يعني ممكن أيضا المرأة مثل ما احنا قلنا أنه المشاركين أو أعضاء المجلس الوطني من المجتمع، فالمرأة أيضا تشكل جزء من المجتمع وممكن تعمل على نقل هذه الأفكار بشكل إيجابي بحكم اختلاطها بالمجتمع أكثر من الرجل، لأن الرجل بكونه مشغول في شغله في عمله في كذا، أما المرأة ممكن يكون لها اختلاط أكبر، فبالتالي راح يكون دورها صحيح. أعتقد راح طبعا يكون هذا ما شاهدناه بعد في المجلس الوطني اللي كان في 2018 فعلا كانت المرأة لها دور بارز فعلا، وهذا أن دل على شيء يدل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في دولة الإمارات وأن في القطاع العمل في مساواة بكل تأكيد. وفي المجال السياسي هذه طبعا يمكن تكون خطوة الأولى على مستوى العالم كله بأن المرأة تشكل 50% من مجلس وطني. نعم. وإحنا خايفين على 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 أنفسنا لا تكون النسبة 51-49 في المستقبل. العافية جنبا إلى جنب نكمل بعض. الله يعطيك العافية. مع بعض نحب نشاهد دكتور سيف الاستطلاع للانتخابات 2019. خلينا نتابع معك. الإمارات شباب مبدعين، يعني عندهم إبداع وأفكار، فدائما الشاب هو أساس الدولة، أساس التطوير في الدولة.
فإذا يعني استغلينا هالشيء وشاركنا في المجلس الوطني يمكن تكون عندنا أفكار أفضل من الناس الكبار. يعني المرأة عامل أساسي عامل قوي في بناء الوطن، فهي إذا المرأة مش موجودة الرجل مش موجود. المرأة هي اللي تساعد، هي اللي تبني، هي دائما يكون لها دور إن تساعد على تطوير الدولة. تنظر للشباب لأنهم هم قادة المستقبل. في المستقبل الشباب اللي الحين هم بيكونوا قادة في المستقبل. المساواة بين المرأة من الدول المتطورة هي اللي تساوي بين المرأة والرجل، وهذا يدل إنه دولتنا دولة متطورة. في قضايا تخص المرأة ما يعرف عنها إلا المرأة. قضايا كثيرة يعني مثل تبني الطلاق ومشاكل الطلاق وأسباب الطلاق، المرأة هي اللي تفهمها يعني تقدر تتكلم عن نفسها. والله المرشح المفروض يهتم بأمور المجتمع، ياخذ شكاوى الناس ويعرضها على المجلس الوطني وينعمل لها دراسة طبعا وترفع لين الحكومة. أصبحت المرأة تنافس الرجل في مجالات عدة، وصلت لين مراحل أكبر، بدأت تنافس خارج الدولة وداخل الدولة، وهذا كله ثقة من الحكومة طبعا، حكومتنا الرشيدة. عنصر الشباب مهم جدا وله دور محوري في شؤون الدولة وليس في المجلس فقط. هو المفروض يهتم في القضايا الموجودة حاليا ويعتبر القضايا المستقبلية فقط، لازم يشوف الحاضر ويشوف المستقبل ويشوف القضايا الموجودة كانت للشباب أو للنساء أو أي قضية تهتم بالسياسة كانت أو بالاقتصاد. مهم لنا حين ما شاء الله قيادة الرشيدة عندنا وايد تهتم بالنساء، وتقريبا حين 50% تقريبا تقدر تقول 50-50 النساء 50% يشتغلون والرجال. قبل نشوف وايد الرجال يعني في الدوام، الحين لا، الحين العنصر النسائي تقريبا أكثر من الرجال تقدر تقول، لأن ماخذين بعد مناصب أكثر. يكون أول شيء يهتم بشؤون الأبناء، أول يكون بشؤون الأبناء الوطن، نعم، وثاني شيء يهتم بالمصالح المجموعة كاملة، لأنه بيكون هو المسؤول الأول والآخر. المجلس يكون عنده أعضاء، والأعضاء هذا يعني يكون مهتمين في المواطن، في مشاكل المواطن، في أي مواطن شيء يخص المواطن هم المسؤولين. الرجل بدون المرأة ما ينفع، والمرأة بدون الرجل ما ينفع، كلهم يعني يساوون فرد واحد. دكتور سيف، طبعا شفنا هالاستطلاع وشفنا ما شاء الله ان الشعب فعلا مرحب متشجع وايد لهالدوره بالذات، يعني شو تتوقع الفرق ما بين هالدوره والدوره السابقه؟ والله هو ما في فرق، اللي هي عمليه نسبه زياده تمكين المراه. وهذا يمكن اعطى يعني دافع للناس او تشجيع للمجتمع بشكل عام. لان احنا كلنا عندنا زوجات، كلنا عندنا اخوات، كلنا عندنا امهات، فبالعكس يعني شخص يجد في والدته مثلا القدره على العطاء تلاقيه هو اللي شجعها، روحي ترشحي وشاركي في هذه. فهنا اختلفت عملية النسبة تمكين المرأة، وهذا ثقة أيضا في بنات زايد وبنات الدولة. الحمد لله، والله يوفقهم يعني احنا شركاء مثل ما قلت. دكتور سيف شو اللي تضمنه الدورة من إرشادات على الناخب؟ احنا نتكلم على ان الناخب يجب ان يلتزم بالتوجيهات والتعليمات اللي تصدر من اللجنة الوطنية للانتخابات او سواء اللجنة المحلية في كل إمارة، طبعا هي نفس التوجيهات نفس التعليمات. فالالتزام بعملية المعايير اللي وضعتها اللجنة مهمة جدا، صحيح، بحيث انه ما يقوم بعمليه التشويش على الاخرين، على الاخرين من ناخبين بالذات. يعني يعطي الحريه لكل ناخب باختيار الشخص اللي هو يرى مناسب بانه يمثله في هذا المجلس. هنا في مشكله كبيره بان احنا والله انا مختار شخص معين يجب ان افرض رايي على الباقين، لا تختاروا الشخص الفلاني او انه يعني يشجعهم ويحاول انه يغير من قناعتهم في اشخاص معينين، او حتى قبل لا يختارهم يقوم بعمليه التشويش عليهم وتوجيههم الى شخص معين.
وهذا احنا ما نريده يكون ان شاء الله في هذه الدوره، بحيث ان احنا نحتاج الى اشخاص فعلا فاعلين في المجلس. صحيح. فانت ترى في شخص معين قدرات معينه انت تشوفها يمكن غيرك ما يشوفها او صحيح. ما لاحظها فيه. صحيح. ممكن يشوف هذه القدرات في شخص اكثر فاعليه، فهنا يجب انه الانسان يعني يبتعد عن هذه الامور ويخلي الناخبين يختاروا بتفكيرهم او بقناعتهم صحيح. وبوعي كامل، لانه اليوم نجد انه في بعض الاشخاص تم اختيارهم وانتخابهم في الدورات السابقه، ولكن للاسف يعني ما كانوا فاعلين يعني او مش يعني ظاهرين مش مؤثرين في المجتمع. فنحن اليوم نحتاج الى او الدوله بشكل عام والقياده الرشيده تحتاج الى اشخاص ايضا يعني يحطوا ايدهم في ايدهم ويساعدوهم في يكونوا مساعدين لهم في اتخاذ هذه القرارات المصيريه، يعتبرها في بعض القرارات تعتبر مصيريه بالنسبه للشعب وللمواطن. فيحتاج الى شخص قادر على المشاركه الفاعله في وضع هذه السياسات. اكيد. متى توقع الجزاءات على الناخب؟ عفوا، متى توقع الجزاءات على الناخب؟ متى يعني اذا مثلا اصدار انه مثلا يشطب اسمه او غيره؟ نعم. اذا قام بعمليه التشويش على الناخبين، وخصوصا في مركز الاقتراع. لانه في ناس يروحوا مركز الاقتراع يدلي بصوته لشخص معين ويحاول انه ياثر على الباقين، انت لما يا يترشح يا يرشح لا 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 تعال رشح معي فلان وكذا. فيحاول انه يعني يوجهه لتوجيه، فهذا هنا يقع عليه الجزاءات. اذا حاول انه مثلا يقدم هبات او رشاوي ماليه او حتى لو عينيه. هل يسمح بهذا الموضوع؟ لا يسمح، هذا غير مسموح، سواء من الناخب او من المترشح. نعم. عمليه الهبات وهذا غير مسموح فيها. فهنا ايضا تقع عليه الجزاءات. اذا صدر منه اي سوء سلوك في المركز الانتخابي ايضا تقع عليه هنا الجزاءات، وتصل هنا الجزاءات الى محتمل استبعاده من عمليه الاقتراع وشطب اقتراح. نعم. اقتراح. خبرنا استاذ الدكتور عن آلية عمل الحملات الانتخابية. الحملات الانتخابية طبعا لها ضوابط ولها أنظمة يجب انه المترشح ينتبه لها. نعم. اولها طبعا تبدأ بعد الإعلان الرسمي عن عملية الاقتراع، الأسماء. نعم. المترشحة. نعم. تصدر قائمة بالمترشحين، وبعدها تبدا عمليه الحملات الاعلانيه. نعم. يبدا المترشح هنا باصدار موافقه تصريح للحملات الانتخابيه. نعم. واللجنه الوطنيه للانتخابات تحدد الاماكن الخاصه. نعم. للمترشحين بوضع ترشحاتهم او اعلاناتهم والدعايه اللازمه لهم. طبعا الاعلان في وسائل التواصل الاجتماعي السنه شالوه او الغي. نعم. من الممنوعات تقريبا. يعني والله يمكن يكون فيها سريه معلومات. نعم. او هذه رؤيه خاصه فيهم. نعم. كلجنه وطنيه احنا ما نقدر نفتي فيها. نعم. ولكن منع انه تم الاعلان دعايه عن طريق التواصل الاجتماعي بشكل. نعم. بشكل عام. ايضا الصاق الملصقات الدعائيه والاعلانيه على السيارات من الممنوعات. نعم. او المحظورات، المفروض المترشح ما يقوم بعمل فعلا بوسترات او ملصقات. نعم. لانه يخرب اصلا الشكل ملصقات. العام. نعم. يعني. وتخريب الشكل، وايضا يضع بعض الشعارات، وضع بعض شعارات الدوله. نعم. ورموز للدوله على ملصقات، وتم رميها في الشوارع او في صحيح. فالشكل غير حضاري يعني. نعم. أكيد. هذه تقريبا غالبا ما يخص. نعم. الحملات التعليمية. الله يعطيك العافية دكتور سيف المعيني، مدرب ومستشار تنمية بشرية وخبير تطوير أفراد ومؤسسات. شكرا تواجدك اليوم معنا. الله يسلمك. شكرا لكم. يعطيك العافية. شكرا على هذه الدعوة الكريمة. الله يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، ونروح للسعودية وانطلق مطلع الشهر الجاري موسم الطائف لمدة 30 يوم تحت مظلة مواسم السعودية لأول مرة بهدف إبراز مكانة الطائف مصيف العرب في صدارة المصايف على خارطة السياحة والترفيه في العالم العربي. ويسعى موسم الطائف لتسليط الضوء على البعد التاريخي والحضاري والثقافي لمدينة الطائف ودورها في إحياء الموروث الثقافي في الجزيرة العربية. والتعرف على المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ نايف العصيمي المتحدث الرسمي لموسم الطائف. مرحبا أستاذ نايف، ونورت البرنامج. مرحبا بكم وشكرا لكم على الاستضافة. واجب علينا. بداية أستاذ نايف، خلنا نتكلم عن مكونات موسم الطائف. طبعا موسم الطائف انطلق من تاريخ 1 أغسطس ويستمر لمدة 31 يوم. نعم. تحت شعار غير جو في مدينة الطائف التي تتميز بمميزات ومقومات سياحية عدة. نعم. نتحدث عن مدينة جوها في عز الصيف، متوسط درجات الحرارة ما بين 20 و35 كعظمى، وكل ما صعدنا إلى الجبال تقل درجات الحرارة عن هذا الرقم. نعم. نتحدث عن الموسم في 4 وجهات رئيسية، هي سوق عكاظ السوق التاريخي المعروف لدى العرب، إضافة إلى فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في حديقة الملك فيصل، إضافة إلى قرية ورد وهي تهتم بورد الطائف، هذا الورد الفريد من نوعه على مستوى العالم والمميز ومن أغلى أنواع العطور على مستوى العالم. سادة البيد وهي فعالية تهتم بالهايكينج في منطقتي الهدى والشفا على ارتفاعات تقريبا 2500 متر عن سطح البحر، أكثر من 70 فعالية نوعية يتم تقديمها من خلال موسم الطائف وعلى مدار 31 يوم، إضافة إلى فعاليات مصاحبة. من خلال الفعاليات المصاحبة أيضا تم يعني عمل مهرجان للتسوق يحتوي على العديد من الجوائز والسحوبات، إضافة إلى حسومات تصل إلى تقريبا 70% لتستقبل زوار الطائف والذين نتوقع عددهم 1,600,000 السائح بإذن الله تعالى. ما شاء الله. أستاذ نايف، خبرنا عن الرحلات السياحية بالموسم. إذا نتحدث عن الطائف لابد أن نذكر العمق التاريخي لهذه المدينة. نعم. هذه المدينة صحيح. تتميز بتراث عمراني كبير، وإضافة إلى مباني تراثية ومتاحف ومواقع أثرية كثير. صحيح. فمن خلال موسم الطائف تم تصميم برامج ورحلات سياحية يتمكن الزائر يعني يحب انه يزور الفعاليات او انه حب يزور المدينه بشكل عام من خلال البرامج والرحلات السياحيه ان يزور هذه المواقع، اضافه الى انه تم تشغيل الباص السياحي المكشوف لزياره المواقع الاثريه والتاريخيه والمتاحف في محافظه الطائف. نعم استاذ نايف، ما هي علاقه موسم الطائف بموسم السوداء؟ العلاقة تكاملية، الموسمين ينطلقون بالتزامن بداية شهر أغسطس ولمدة 31 يوم، وهم تحت مظلة مواسم السعودية. مواسم السعودية هي مبادرة تهدف إلى الاهتمام بالوجهات السياحية السعودية وزيادة مستوى الإنفاق على في الداخل، وكذلك رفع جودة الحياة لدى المواطن السعودي وخلق وجهات سياحية جاذبة من خلال التنوع الثقافي والجغرافي للمملكة العربية السعودية، فالعلاقة تكاملية بين الموسمين. نعم. أستاذ نايف، خبرنا عن عدد الدول العربية المشاركة في الموسم، وخبرنا وعطنا نبدأ عن مشاركتها أيضا. بلا شك أن سوق عكاظ لهذه السنة تحت شعار ملتقى العرب تحضر فيه 11 دولة عربية. سوق عكاظ بحلة جديدة كليا بين الماضي والحاضر، ملتقى العرب هو أصلا منذ الأزل، واليوم من خلال حضور الدول العربية في سوق عكاظ وكذلك الفعاليات التي يعني تقدمها هذه الدول، نتحدث عن أجنحة الدول. لما ندخل جناح الدولة نشعر وكأننا سافرنا إلى البلد. نعم. الجناح مبني بالتراث العمراني لكل بلد، الأكلات الشعبية، الفلكلور الشعبي، الرقصات، الهوية، حتى اللبس، حتى حديث الناس بينهم. جميل. يعني مجرد ما ندخل من باب البلد يعني شعور. نعم. كأننا يعني فعلا انتقلنا إلى 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 البلد بسرعة، وقلنا حتى في حملاتنا أنه ما بينك وبين 11 دولة عربية إلا خطوتين بوابة عكاظ. نعم. نتحدث عن الجناح المميز جدا في سوق عكاظ، وهو جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحبيبة على قلوبنا جميعا، وهو طبعا من أفضل الأجنحة وأكبرها في سوق عكاظ وفي موسم الطائف. موقع مميز على مساحة 3500 متر مربع. ما شاء الله. طبعا مساحة إجمالية ومنطقة عروض فيها الفلكلور الشعبي والعروض الإماراتية والفلكلور الرهيب الإماراتي، إضافة مساحتها تقريبا 214 متر. 8 ورش عمل ستقام في الجناح الإماراتي، وكذلك 109 متر مربع للعرض المتحفي ومعرض الفن وقاعتين عرض،
كذلك 28 محل تحدث عن المواقع وعن الحرف اليدوية الأصيلة الإماراتية وكذلك المنتجات التي تتميز بها دولة الإمارات. 9 مطاعم والأكل الإماراتي متوفر والأصيل من نوع موجود في سوق عكاظ، مساحة 40 متر مكتبة، واهتمام سوق عكاظ بالثقافة واهتمام دولة الإمارات أيضا بهذا الجانب. تتحدث عن 210 متر مربع كمعرض ثقافي وساحة مفتوحة، وكذلك قاعة تصوير مع بعض المعالم الإماراتية في طبعا في منطقة حي العرب، بالإضافة إلى 11 دولة مشاركة. ما شاء الله. كل دولة تقدم الجديد والمفيد وتعرف الناس على ثقافتها واندماج بين الثقافة وبين الشعوب العربية في ملتقى العرب سوق عكاظ. نعم، الأستاذ نايف العصيمي المتحدث الرسمي لموسم الطائف، شكرا على هذه المداخلة من خلال برنامج 7 على 7. شكرا جزيلا لكم، وننتظر زيارتكم إلى الطائف إن شاء الله. ونحن ننطر أيضا زيارتكم لدولة الإمارات. والحين بنروح لورشة تدريبية لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح العضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات مساء الخميس الماضي في المسرح الثقافي بأم القيون، وذلك في إطار الإعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. المزيد معاكم في هذا التقرير التالي. نحن اليوم حضرنا ورشة فيما يخص الإجراءات والإجراءات التنظيمية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني لعام 2019. طبعا الورشة كانت تضمن عدة محاور، كيف أن الشخص يترشح للانتخابات المجلس الوطني، كيف أنه الحملة الانتخابية، كيف الجوانب اللي هو لازم أنه يلتزم فيها عشان تنجح الحملة الانتخابية للناخب، كذلك لكافة الجوانب من نواحي السوشيال ميديا، كيف تعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، كافة القوانين والتشريعات اللي لازم كل مرشح يلتزم فيها في انتخابات المجلس الوطني. طبعا هاي اللوائح المفروض أن هي تساعد المرشحين وتساعد كل الأفراد في المجتمع أنهم يعرفون شو دور مجلس الوطني في المستقبل إن شاء الله، ويكون له دور كبير على المدى الأربع سنين القادمة، يكون للمرشح صوت أنه ينقل صوت الناس، كيف أنه يقدر يوصل هالشيء طبعا بأسلوب لائق، وكيف أنه يمثل البلاد. طبعا نحن من أكثر الأشياء اللي هي تسعدنا في انتخابات السنة هاي اللي هو تمثيل المرأة في المجلس الوطني اللي هو بيكون 50% عن كل إمارة، ووضحوا لنا نحن اليوم كيف الآلية هاي، لأن هاي القرار صدر هالسنة وكيف سيتم تطبيقه، حيث أن كل إمارة بيكون لها قرار الخاص فيها فيما يخص أن في جزئية تكون في الانتخاب وفي جزئية ممكن تكون في التعيين أو فيما يراه حاكم الإمارة. طبعا هاي المعلومات كلها نورتنا وزادت من وعينا كيف نحن هذا. فأنا أنصح الكل يعني سواء كان حد بيترشح أو حد مب أنه بيترشح، بس مجرد شخص أي شخص في المجتمع عنده صوت هي أمانة، فالواحد يحاول أنه يوصل صوته بطريقة صحيحة، يحاول أنه يفهم أصلا شو دور المجلس. نظرتي للمجلس هي قيادة تحتاج إلى الكثير من العمل والمساهمة، والأهداف اللي من الممكن تحقيقها وليست مستحيلا. اهتمامي فقط في المجلس على الأسرة وداخل الأسرة. في الفترة الأخيرة لاحظنا أن صار عمى عقلي لبعض الأسر، صاروا يركزون على أشياء خارج الأسرة، أهمال في الأسرة، في الأبناء، في دور المرأة في البيت، دورها مع زوجها، دورها مع أسرة عيالها، أبنائها، بناتها، فصار في إهمال، فكان كل تركيزهم خارج الأسرة. في مشاكل عندنا في الأسرة ما فيها، يعني بغض النظر أنه ما في حد يعرف عنها، في أشياء مثلا إحنا عارفين أنه أولادنا شو محتاجين علشان نخفف من التكنولوجيا في البيت، عشان نخفف من التكنولوجيا في البيت في أشياء يحتاجونها خارج المنزل في الحي السكني مثلا، هذه الأشياء حاليا مش موجودة. فأهدافي اللي أنا حطيتها اللي تخص يعني تخص الأبناء وتخص الأمهات، خاصة الأم،
في البيت بعد محتاجة وايد أمور تدعمها وتكون يعني قانوني إن الأم السعيدة تساوي بيت سعيد. شو الأشياء اللي تسعدها؟ هذه كلها أهداف أنا حطيتها وشاركت فيها فريق عمل كبير. أول شيء الفريق كان بين أهلي وبعدين وسعته يعني صارت الأهداف ملموسة واقعية وسهل أنها تتحقق. نحن اليوم في دولة الإمارات، دولة الريادة، لدينا أصغر وزيرة في العالم، لدينا أول قرار على مستوى العالم بتمكين نصف نساء المجتمع ليكونوا نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. لذلك علينا أن نؤمن بقدرات الشباب كما آمنت بذلك قيادة دولة الإمارات. نحن نتحدث عن ملفات مهمة جدا، ملفات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة وما إلى ذلك. عندما نتحدث عن الشباب نحن نتحدث عن المستقبل. لذلك وجود فئة الشباب في مجلس الوطني الاتحادي لا شك سيكون حلقة وصل فعالة وحقيقية تلامس اهتمامات الشباب كالتوظيف وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم وما إلى ذلك. وجود 20 عنصر من النساء في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 50% من أعضاء مجلس الوطني الاتحادي، أعتقد بأن سيثري المجلس، سيكون هناك تنافس كبير بين النساء بينهم البعض، وسيكون هناك تنافس بين المرأة والرجل تحت قبة البرلمان بإذن الله. بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات بتنظيم ورش تدريبية لراغبي الترشيح والانتخاب، ويشارك فيها المواطنين بمختلف الفئات، ويرغب العديد بالمساهمة في عمليات صنع القرار من خلال هذا المجلس. مشاهدينا اسمحوا لنا بأن نرحب بشذا علاي النقبي سيدة الأعمال. مرحبا بشذا ونورتي البرنامج. يا مرحبا وحياكم الله. جدا سعيدة معاكم اليوم حبيبتي، نورتينا. الله يحفظك. شذا، في البداية خلينا نتكلم عن ترسيخ مبدأ الشورى في بين أفراد المجتمع، وخاصة الحين في الانتخابات الوطنية. ما شاء الله إن الشعب له نقول الحيز الأكبر في الانتخابات. ما شاء الله. اليوم راح نبدأ بآية قرآنية ويقول سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم. نعم. مبدأ الشورى موجود منذ السابق، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور الناس اللي معاه، ياخذ زوجاته بالضبط، ياخذ مشورة الناس اللي حواليه. كانوا إذا بيدخلون في حرب يحطون قائد، يختارون قائد، هذا بعد الشورى. على زمن الشيخ زايد الله يرحمه كان في مجالس ويستشير الناس ويجلسون وياه وياخذ بمشورتهم. فمبدأ الشورى كان موجود منذ من السابق يعني، ومبدأ الشورى ما زال مستمر لليوم. فالمبدأ جدا مهم بناء على شيء واحد، أكيد نحن بنوصل من مبدأ الشورى للعدل. صحيح. فإذا كان في اليوم مسؤول يعطي راية، يبي يوصل لقرار معين، يعني يبدي راية وبالتالي يبني على يعني راي المسؤول الآخر. صحيح. فيكونون قوانين ورؤية جميلة، بالتالي يقدر يوصل لنقول لمبدأ قريب من العدل بعيدا عن الظلم. نعم. نعم. خبرينا عن العمل البرلماني ومدى حاجة الدولة له. البرلمان نقدر نقول إن اليوم البرلمان هو الحديد، النقاش. نعم. يعني بمعنى لفظي، لكن بمعنى اليوم الاصطلاحي نقول البرلمان هو الهيئة التنفيذية، الهيئة التشريعية، الهيئة التشريعية السياسية. شو الهدف من البرلمان؟ اليوم من ضمن أعمال البرلمان إنه يكونون هم وسيلة يوصلون فيها صوت الشعب. نعم. أو المحكومين للحاكم. فهذه وسيلة جدا جميلة اليوم يقدر فيها المواطن في أنه يوصل صوته بطريقة جدا جميلة. وبعدين عملية البرلمان عملية جدا مهمة، سواء كانت للفرد وعلى مستوى أيضا على مستوى الدولة وسياسة الدولة. إذا على مستوى الفرد اليوم نبى ننمي انتماء هذا الفرد لوطنه، نبى ننمي حس المسؤولية لدى هذا الفرد لمجتمعه. أما على مستوى مثلا السياسة العامة للدولة، اليوم نشوف انعكاس لهذا الفرد. يعني اليوم نشوف هذا الفرد عنده طموح يبى يشارك. نعم. في وضع هذه القوانين واللي راح باكر تكون تحدد مصيره يعني. أكيد. صحيح. خلينا نتكلم عن عنصر الشباب وما يمكن ان يقدمه في هذا المجلس. اليوم الشباب هم اساس المجتمع، هم اللي ياسين ينجزون، هم اللي ياسين يبنون. اليوم الشباب ما شاء الله عندنا عاشوا في يعني كل المشاكل وكل الامور، وهم اساس كل شيء في المجتمع حاليا. عندنا الشاب عنده ركيزتين، انا بوجهه نظري يعتمد على شيئين،
الشاب اليوم عنده أسرة، عنده أخت، عنده أخو، عنده بيت، عاش هذه عاش الوضع الأسري والاجتماعي، وبالمقابل الشاب دخل في مجال التطور، شاف اليوم مثلا رؤية دولة الإمارات الحديثة، شاف رؤية 2020 2070، يعرف شو يعني الحكومة الذكية، يعرف شو يعني الذكاء الاصطناعي. فالشاب اليوم ملم، عندك ملم على المشاكل والأمور اللي صايرة، وبعد عنده رؤية في المستقبل. بالتالي إذا دخل هذا الشاب اليوم في البرلمان كيف راح يرسلنا القوانين؟ هذا اليوم إنسان واعي، يعرف يحط لك قانون بناء على اللي صاير في الواقع وبناء على الرؤية المستقبلية، بالتالي راح يكون في توازن. أتوقع أن الشاب اليوم معدنا مهيئ ما شاء الله وكفو. الحمد لله. نعم. خبرينا شو الخصائص اللي المفروض تتوفر أو يتمتع فيها المرشح؟ هذا سؤال خطير جدا خطير. راح أعتبر أن هذا السؤال راح أقوله بوجهة نظر متواضعة يعني. اليوم المرشح المفروض يكون قيادي ونقطة، هذا هو المرشح، لازم يكون قيادي. اليوم نقول ابن الوطن المواطن اللي عنده إنجاز على هذه الأرض، اللي قدر يكون مسؤول وقدر يكون نفسه وقدر يكون أسرة وقدر يكون مجتمع وناجح في جميع مجالات حياته، وقيادي متواضع، فاتح بيته، فاتح بابه، مرحب بكل الناس، اجتماعي، نقول له أهلا وسهلا، المجلس الوطني فاتح أبوابه. هني أنت تقدر تعتمد عليه، لأن هذا الشخص قد المسؤولية. نعم. إذا هو قد المسؤولية تجاه نفسه بيكون قد المسؤولية تجاه الآخرين. نعم. فالمرشح أتوقع أنه ضروري تكون فيه يعني ضروري تكون فيه صفات القائد. شوفوا اليوم عندنا حاكم دبي صاحب سمو محمد بن راشد الله يحفظه، شو قاعد يسوي؟ حاكم عنده رؤية، عنده فكر، ما قال أنا بشتغل بيدي، لا، عنده فكر، قاعد يركز، يشتغل في جميع المجالات، التجارة، الصناعة، التدريس، التعليم، الرياضة في كل المجالات، لكنه يخطط ويجيب الناس اللي ينجزون اللي ينفذون. بالتالي هذا قيادي، وين ما تحطينه ينجح. حتى عنده أسلوب الوزراء يبدل ما بينهم، مو بشرط الوزير يكون متعمق في الصحة، متعمق في التربية، دام إنه قيادي أنت لازم تعرف أن هذا الشخص يقدر يعطي، يقدر ينجز، وين ما تحطه يطلعك لرقم واحد. نعم صحيح. نعم. نتكلم عن المرأة ونسبتها 50% في المجلس الوطني في 2019، هاي فرحة للمرأة أصلا صح. المرأة ما شاء الله عندنا متمكنة من زمن الشيخ زايد الله يرحمه، ما نقدر نقول يوم في تمكين للمرأة، لو ما شاء الله المرأة تكملة المرأة دخلت البرلمان من زمان ما شاء الله. اليوم عندنا معالي أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الأولى على مستوى الخليج والوطن العربي، أول وحدة دخلت البرلمان، وعندنا ما شاء الله النساء، اليوم عندنا وزيرات، عندنا ما شاء الله المرأة متمكنة. وإذا تكلمنا في البداية عن أم الإمارات، وجودها بقوة، بالضبط، هي الداعمة. أكيد. فالمرأة ماخذة دورها ما شاء الله يعني بشكل كبير، وبعدين المرأة مكملة يعني للرجل، فما أعتقد أنها هي بتكون أقل يعني على مستوى الرجل، والرجل كذلك يعني. أكيد. بالضبط. خبرينا عن أبرز القضايا اللي تشوفينها ذات أهمية علشان تتناقش في جلسات المجلس. أهم القضايا هذه أنا شوي بعد السؤال حساس. شوف اليوم ممكن إحنا جالسين في الاستديو ويصير عندنا حدث خارجي وقضية، وبنفس الوقت يطلعون قانون. نعم. نحن بلاد عندنا فيها القانون تساعد ما شاء الله، فما عندنا قضية معينة ممكن نحن نركز عليها. نعم. القضايا يعني متعددة وكبيرة، وكل ما يصير كل ما ندخل في تطور كل ما يصير عندنا أشياء جديدة. نعم. وقضايا جديدة. فاليوم لو تكلمنا عن مجال الصحة بيزعلون التجار، ولو تكلمنا عن مجال التعليم بيزعل المجال، وهكذا. فالقضايا متنوعة جدا. أكيد. نعم. العلاقة بين البزنس والتجارة ومهام المجلس الوطني. ما شاء الله عليك اسمك في التجارة، أو نقول لك باع طويل في هالشيء. الله يعزك. بالنسبة للتجارة أنا أتوقع أن التجارة هي مهارة، ونفس الوقت شيء نحن نحبه. ممكن الشخص يشوف يعني مستقبله في تجارته، لكن هذا ما يغني عن أنه يقدم شيء في الدولة. يعني اليوم مثلا بتكلم عن نفسي. نعم. درست الآداب اللغة العربية، وكملت الماجستير فيها، ودرست دبلومات وايد، وتعمقت في التعليم. ليش؟ عشان أبني نفسي وأكون قيادية. أكيد. البزنس علمني كيف أكون قيادية، وحطيت تحتي موظفين، فقدرت قدرت أسيطر عليهم. صحيح. بالتالي الشخص القيادي إذا دخل في أي مجال يقدر ينجز. اليوم أنت على هذه الأرض،
الجميلة اللي فيها خيرات واللي فاتحة أبوابها في كل مكان، أنجزت وقدرت تقود، قدرت تقود 40 موظف، قدرت تقود 50 موظف. ما تقدر تعطي رأيك في هذا البلد، ما تقدر اليوم أنك تقود، يكون لك يعني تكون لك دور في القيادة في مجال آخر. أنا أقول إن اليوم شبابنا ما شاء الله مقتدرين، اللي يقدر يقود في التجارة، واللي يقدر يقود في الصحة، واللي يقدر يقود في مجالات أخرى، أتوقع أنه ما راح يغلب البرلمان وما راح يعني يكون صعب عليه. تقصدين يعني أي شخص لبصمة واضحة في المجتمع الإماراتي، بالعكس هذا نحن نبغاه يكون فعلا موجود في المجلس الوطني. هي اللي يخدم نفسه ويخدم الآخرين ويكون له أسرة ناجحة ويكون له تجارة ناجحة ويكون له مجتمع ناجح، بالتالي راح يكون، بالتالي راح يكون صوته ناجح اللي راح يوصله للبرلمان، يعني في نقل مثلا مشاكل المجتمع للبرلمان. نعم. للحكومة يعني عفوا. نعم الله يعطيك العافية شادة. الله ينقبي سيدة أعمال، شكرا لتواجدك معنا في الأمس. أنا اللي ممتنة لكم، شكرا على هاللقاء الجميل، شكرا حبيبتي نورتينا. مشاهدين أكيد مكملين معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. يا أهلا ومرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، وحين بنروح لحملة زايد الإنسانية العالمية في القرى المصرية تحت شعار على خطى زايد. والمزيد من التفاصيل مشاهدينا معنا عبر الهاتف مباشرة دكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس أطباء الإمارات. مرحبا بك دكتور، نورت البرنامج. مرحبا يا رئيس العافية. الله يعطيك العافية. بداية دكتور، لو تعطينا نبذة عن برنامج الإماراتي المصري التطوعي. البرنامج الإمارات المصري التطوعي هو يهدف إلى استقطاب أفضل كفاءات الطبية التطوعية من أطباء الإمارات وأطباء مصر، وتمكينها في مجال العمل التخصصي بتقديم الخدمات التطوعية للأطفال والنساء في مختلف القرى المصرية، وذلك في إطار برنامج مستدام يستمر لمدة سنة يستخدم فيه المستشفى ميداني مجهز بقسم للاستقبال وقسم العيادات ووحدة للأشعة وصيدلية متكاملة. ويتضمن هذا البرنامج استقطاب الكفاءات وصناعة القادة في مجال العمل الإنساني. دكتور عادل، خبرنا عن دور الأطباء الإنسانية من المتطوعين في برنامج القيادات الإنسانية الشابة في القرى المصرية. البرنامج القيادات الإنسانية الشابة هو أحد مبادرات زايد العطاء، ويهدف إلى صناعة القادة في العالم والوطن العربي من خلال استقطابهم وإعداد أدهم من خلال برامج تدريبية ورش عمل وتمكينهم في العيادات والمستشفيات الميدانية المنتشرة في مختلف دول العالم، والتي انطلقت عام 2000، وخلال 18 سنة الماضية هناك أكثر من 20 مستشفى وعيادة ميدانية منتشرة في مختلف دول العالم استطاعت أن تقدم رسالتها الإنسانية وتقدم نموذج يعد الأول من نوعه في مجال العمل التطوعي التخصصي تحت شعار على خطى زايد، وانسجاما مع الروح الإنسانية المقولة الشيخ زايد السلطان آنيان، وامتداد لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات الذين نهجوا نهجة وخطوا خطاه فقدموا نموذج مبتكر في مجال العمل التطوعي من خلال صناعة القادة من خلال برنامج القيادات الشابة الإنسانية. نعم دكتور عادل، خلينا نسلط الضوء على مهام ومشاريع قوافل زايد الخير في القرى المصرية. القوافل زايد الخير في القرى المصرية سيستمر لمدة سنة متكاملة، ويأتي استكمالا للمبادرات السابقة في السنوات الماضية في مختلف القرى المصرية، والتي استطاع أن يقدم العلاج المجاني للآلاف من المرضى، إضافة إلى المساهمة في البرامج التوعوية والوقائية وبالخاص لمرضى القلب، حيث تعد الأمراض القلبية من أكثر الأمراض انتشارا وأكثرها من مسببات الوفيات. ومن هذا المنطلق حرصت الكوادر الطبية الإماراتية والمصرية التطوعية إلى تنظيم العديد من القوافل الطبية والعيادات المتحركة والمستشفيات الميزانية للتخفيف من معاناة المرضى وبالأخص الأطفال والنساء وكبار السن. نعم دكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس أطباء الإمارات، شكرا على المعلومات اللي زودنا فيها ويعطيك العافية. شاكرين لجهودكم، وإن شاء الله تستمر الأيادي البيضاء لأبناء زايد الخير في مختلف دول العالم لإبراز
الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي انسجاما مع توجيهات القيادة الحكيمة من يكون عام 2019 عام التسامح، وإن شاء الله يقدمون نموذج مبتكر يحتلى به من قبل المؤسسات المحلية والعالمية في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني للتخفيف من معاناة الفقراء تحت شعار على خطى زايد. شكرا لك دكتور عادل على المداخلة الجميلة، شكرا. والحين بنروح لزيارة معالي شمة بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب الأكاديمية الصيفية مشاهدين الشباب الإمارات في مركز شباب الغيل. المزيد بالتفاصيل نتابع معا هذا التقرير. اليوم نتكلم من مركز الشباب في مدينة الغيل، وهي إحدى مدن إمارة رأس الخيمة الحبيبة. الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات في مركز الغيل نوع ما جوها مختلف، لأن طبيعة الشباب عندنا واهتماماتهم نوع ما مختلفة عن المواقع الثانية. شفنا طبعا مشاركة البنات ما شاء الله بشكل أكبر من الشباب، ودائما البنات سابقين في هذه الناحية. بالنسبة للبرامج الموجودة، البرامج الحمد لله حفظنا على التنوع الموجود في برامجنا المعتادة، اللي هي الجانب التقني، جانب التكنولوجيا، جانب المهارات الحياتية، وجانب التوعية الأمنية كذلك في مركز الغيل، وكذلك الجانب الفني والجانب الأدبي اللي هي موضوع القراءة واللغة العربية، وركزنا على هذا الجانب خصوصا بالنسبة للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 12 سنة. اليوم طبعا تشرفنا بزيارة معالي شمة المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب لمركز الشباب في مدينة الغيل، وتعرفت هي أكثر على الشباب وعلى طاقم العمل الموجودين هنا، وكذلك استمعت لعدد من الشباب هؤلاء عن احتياجاتهم ومتطلباتهم وشو هي التحديات اللي ممكن يواجهونها، بحيث أن نوائم استراتيجيتنا في المؤسسة الاتحادية للشباب والاحتياجات الخاصة بمركز شباب الغيل. كل مركز من مراكز الشباب له أولوية عندنا، كل مركز راح ندعمه قدر المستطاع، وراح نوفر لكل الشباب من الذكور والإناث كل المتطلبات والاحتياجات اللي يحتاجونها إن شاء الله في سبيل صقل مهاراتهم، تطوير معارفهم ومداركهم، وتأهيلهم ليكونوا هم الجيل القادم بإذن الله من القادة في دولة الإمارات، اللي راح يقودون رؤية دولة الإمارات واستراتيجيتها حتى بعد 100 عام من مئوية دولة الإمارات العربية المتحدة. الشعور صراحة لا يوصف لما نشوف احنا مشاركة الفئات المختلفة، الأعمار المختلفة في مختلف الجوانب الموجودة في الأكاديمية، والأثر الطيب اللي ياسين نغرسه شوي شوي بشكل تدريجي عند الفئات المختلفة من الفئات العمرية المختلفة من 7 سنوات وحتى 35 سنة. سبق وقلتها في إمارة دبي، سبق وقلتها في إمارة الفجيرة والشارجة وعجمان، أجمل ما في الموضوع أن الشباب وأولياء الأمور كذلك يحضرون مع بعض نفس هذه الدورات، يستفيدون مع بعض ويتنافسون فيما بينهم من اللي يستفيد أكثر، وينقلون المعلومات والمعارف هذه لبعضهم البعض. ممكن نشوف اليوم فرد واحد من عائلة واحدة، اليوم اللي بعد نشوف فردين وثلاث وأربع من نفس العائلة، بحكم الأثر الطيب اللي تترك الأكاديمية في نفوس هؤلاء الشباب والشابات. لا زالت الدعوة مفتوحة لجميع الشباب الإماراتيين في مدينة أبو ظبي العاصمة ومدينة الظفرة بإذن الله، بالإضافة إلى أم القيوين، وكذلك السبوع اللي بعد العيد بإذن الله الواحد الأحد رتبنا أنفسنا لأن نستضيف الأكاديمية ونختتمها في مدينة العين. فشباب وبنات العين ننتظركم إن شاء الله في الأكاديمية، وقريبا بإذن الله بنعلن عن جميع الأنشطة والورش الموجودة بإذن الله الواحد الأحد. وزارة الداخلية تعتبر من أهم الشركاء التي تحرص وتهتم في عملية تقديم وتثقيف المجتمع، وهذه المبادرة حقيقة شاركت فيها وزارة الداخلية في أكثر من مجلس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم تكلمنا عن موضوع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وتطرقنا إلى أهم المجالات أو أهم الجهود التي تبنتها دولة الإمارات، كذلك تطرقنا إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري التي انضمت إليها دولة الإمارات في سنة 1974، وبدون تحفظ على أي بند من بنود المعاهدة.
مشاهدينا، إذا كان الأب هو العمود الفقري لبناء الأسرة، فإن المسرح هو الدعامة الرئيسية في بناء الفن لكل منا نظرته تجاه جلوسه أمام خشبات المسرح. فمن الناس من يذهب للمسارح للترفيه والضحك فقط، ومنهم من يستلهم الرواية والشعر من خلال مشاهدته للمسرحية. مشاهدينا، بنتعرف على المزيد من التفاصيل ونرحب الحين بالشعرة والناقدة الروائية الدكتورة بهيجة إدلبية. أهلا ومرحب فيك. نورتين دكتورة. نورتينا في استوديو 7 على 7. دوم اللي عنده كلمة هو عنده رسالة وعارف رسالته. خبرينا على صعيد الرسالة، شو هي بالضبط عندك؟ طبعا لا شك، بداية بما أنك تحدثتي عن الكلمة والرسالة، طبعا الرسالة تكمن قوته وقدرته في تحقيق هذا الأداء. هذا الأداء هو رسالة أي كاتب أو أي مبدع، أداء في تحقيق الوجود، لأن كل الفنون عموما والآداب هي حالة فعل وجود. فرسالة المبدع هو تحقيق هذه الكينونة وتحقيق البحث عن الذات وتحقيق هذا الوجود، إضافة إلى أن الكلمة دائما هي التي تجعل منا ككتاب لسنا ناقلي واقع أو ناقلي عالم، إنما نحن نزرع إنسانيتنا في هذا العالم. جميل. نحن نبحث عن الذات، عن الإنسان، الإنسانية في الإنسان. بمعنى بسيط، رسالتي هي البحث عن معنى في هذه الحياة. جميل. دكتور بهيجة، هل كل روائي ناقد؟ طبعا من وجهة نظري يجب أن يكون كل روائي وكل مسرحي وكل شاعر هو ناقد، لأنه يكون متمكن تماما ومدرك تماما ما ينجزه وما يكتبه. جميل. لكن هذا التخصيص الذي عرفناه والتجزئة بأن الناقد هو تابع أو مختلف عن المبدع، برأيي أنا أرى أن المبدع الأقدر هو الناقد، لأنه يعي ما يكتب. جميل. ليش يلقب المسرح دائما نسمعها بأبو الفنون؟ خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. يلقب بأبو الفنون لأنها العبارة الأكثر استجابة لمقولة المسرح هو الحياة. هو أبو الفنون. المسرح هو الحياة. هو الحياة. هو الحياة بكل ما يحمل من تحقيق هوية وتحقيق وجود وتحقيق ذات عبر تاريخه الطويل من أيام الإغريق. حقق للإغريق هذا التجسيد لانتصاراتهم التي سبقت المسرح. حققها المسرح، حققها أيضا المسرح الإنجليزي من خلال انتصار إنجلترا على إسبانيا، ثم أتى المسرح الذي حقق هذا الوجود وحقق هذه الهوية. والمسرح أبو الفنون لأنه هو الجامع لكل هذه الفنون، يتحاور معها، يتحاور مع السمعي والبصري والتشكيلي. نرى فيه الشعر، ونرى فيه السرد، ونرى فيه الحكمة، ونرى فيه الفلسفة، وهو جامع شامل لكل هذه والإيماء. فهو متعطش، المسرح دائما متعطش بالحوار، أسس ليكون محاورا لكل ما حوله. لذلك هو يتحاور مع كل هذه الفنون ونجدها فيه. دكتور بهيجة، إذا تكلمنا عن علة المسرح الوطني في الوطن العربي، عن العلة، سبب تراجع. طبعا لا أعتقد أن العلة هي في المسرح بقدر ما هي في المجتمع. فثمت علاقة جدلية ما بين المسرح، نهوض المسرح ونهوض المجتمع. وأي مؤثر أو خلل في طرف ما أو جانب ما، لا شك بالضرورة سينعكس على الجانب الآخر. فالأمم التي ترتقي وتنهض يعكس هذه النهضة المسرح. أستاذ دكتور، هل ما زال أو الشاعرة، خبرينا، هل المسرح الحديث بحاجة إلى وجود نص وحوار مكتوبين علشان يعني يساعد في بناء؟ لا شك أن النص المسرحي هو الأساس. قولا واحدا، النص المسرحي هو الأساس، النص المكتوب هو الأساس. وإلا كيف وصلنا تاريخ المسرح إلا عبر هذه النصوص المكتوبة؟ عبر اللغة. وكل من يقول بأن هناك مسرحا بدون
بدون نص مكتوب هذا لا يمكن أن يكون. النص المكتوب هو الأساس، أما ما يرافقه من رؤى أو دعينا نقول نص المخرج أو إلى آخره من النصوص، فهي مرافقة، هي نصوص مرافقة للنص الأساس الذي هو النص المكتوب. فالموسيقى هي ترجمة للنص المكتوب، ترجمة سمعية، والضوء هو ترجمة بصرية، والإيماء والحركة هو ترجمة إيمائية، لكن في الأساس دائما أساس العمل المسرحي هو النص المكتوب. إذن أين تكمن عالمية المسرح؟ هل في الأنماط أو الأساليب أو النص؟ المسرح وجد ليكون عالميا. وجود المسرح ليكون عالميا لأن المسرح يعتمد على هذا الحوار ومتعطش إليه. المسرح رسالته هو الإنسانية جمعاء، مصير الإنسانية جمعاء. المسرح رسالته التسامح، وجد ليكون يترجم قضايا المجتمع، نقول لا شك أنه يترجم كل القضايا. هو رغم أنه يعكس الآلام ويضعنا في حالة من القلق والتوتر والهواجس ما بين الظلال وما بين الصمت على خشبة المسرح، إلا أنه في النهاية يصرخ بكلمة الأمل والتحدي والوجود. فالمسرح خلق ليكون عالميا. ويكون عالمي تبعا لما سألت، من خلال هذا التكامل الذي تحقق فيه عناصر المسرح تكاملها من خلال النص ومن خلال العرض ومن خلال الفرجة المسرحية بشكل عام. كيف تشوفين، خلينا نقول، مستقبل المسرح العربي في ظل العولمة الجديدة اللي نشوفها اليوم؟ طبعا سأخذ من نهاية السؤال. العولمة هناك من نظر إلى العولمة من منظور سلبي معتم، فحكم عليها بأنها هي غزوة ثقافية أو عسكر ثقافية، أو أنها هي التي تنتج الربيع وما بعد الربيع من الخريف والتجريف الحضاري وإلى آخره. ومنهم من رأى فيها الجانب المشرق. أنا ممن يرى أن هذه العولمة هي حالة إيقاع بين الثقافات في تلقي الثقافات، لأننا في النهاية نسعى لتأسيس عالم واحد، عالم إنساني واحد. وقد قلت في بداية الحوار أن مهمتنا ككتاب أن نزرع إنسانيتنا في هذا العالم. وأعتقد أن العولمة هي البيئة الحقيقية التي تتناسب مع المسرح، لأن المسرح كما يقال يجرف كل ما أمامه ويسخر إلى مصالحه. يحب التغيير، هو الذي يعمل على تغيير قوانينه رغم ثوابته التي تتمثل في القيم الدرامية، لكنه يأخذ من كل شيء وهو محصن تماما من أي من 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 أي أشياء سلبية أو ظواهر يمكن أن تؤثر عليه. دكتور، نرجع شوي للمسرح العربي. كنت أنت ناقدة وروائية، نظرتك أنت للمسرح العربي؟ أنا دائما متفائلة في المسرح العربي عموما منذ تاريخه حتى اليوم. المسرح مر، والكل يعرف هذا، في مراحل من القلق والوهج الذي كما قلنا هو تابع لنهوض المجتمعات، لكن اليوم في ظل غبار الواقع التي نعيش، ربما خبى في مناطق عديدة. الناقدة والروائية والدكتورة بهيجة أدلبي، للأسف انتهت وقت حلقتنا اليوم، وما شاء الله عليك، يعني إن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله. شكراً لكم. نورتينا. شكراً لكم. مشاهدينا، تريونا باكر في نفس الموعد في أمان الله. نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت. مع السلامة.